بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمر التلاوي، ممثل تنسيقيات خمس القديمي. هذا البيان صادر عن تنسيقياتنا وباسم الجميع، وهذه الرسالة الى النظام السوري الاسدي المخادع والى لجنة جامعة الدول العربية. انما ما حدث اليوم من انفجار في دمشق انما هو صنع من النظام للفت الرأي واللجنة والالتهاء عن قضية سفك دمائنا نحن الشعب السوري. وكما تم اليوم استهداف بعض العلماء، من بينهم منزل الشيخ سهل جنيد ابن الشيخ العلامة محمود جنيد رحمه الله. وباسم تنسيقيات خمس القديمي أدعو جميع العرب والدول الإسلامية والمجلس الوطني الإسراع في حماية المدنيين العزال وعدم الاستماع إلى النظام السوري، لأنه يخدعكم ويخدع اللجنة. وهذا النظام لا يتغير إلا بقبضة حديدية، فعليكم التحرك فورا لحماية المدنيين، وإلا فأنتم شركاء في قتلنا بأيدي النظام. والله الموفق والمستعان. عاش سوريا حرة أبية ويسقط.